معظم مالكي جالكسي S3 وجالكسي S4 لا يدركون بأن هاتفهم مزود بخاصية الشحن اللاسلكي. إليك طريقة لتفعيل هذه الخاصية مع عدة بيتمور إيربولز. سنشرح في هذا الفيديو طريقتين لتفعيل هذه الخاصية. الطريقة الأولى تستخدم بطاقة لاصقة اسمها Energy Card، وهي تسمح لك بالإبقاء على الغطاء الأصلي الخلفي. تأكد من أن القطبين يدخلان في مكانهما الصحيح، انزع الغطاء اللاصق، ألصق البطاقة في مكانها، أعد الغطاء الأصلي، وضع الهاتف على الشاحن يشحن لاسلكياً، واذهب لصنع القهوة. الخيار الثاني يتطلب غطاء خلفي خاصا على طريقة نوكيا لوميا. إنه أسهل بعد، لكنه يضيف بعض السماكة إلى هاتفك. لكن من يهتم لبضعة مليمترات عندما يرى الجميع أنك أصبحت تعيش في عصر من دون أسلاك؟ بحسب بلدك، قد تتمكن أيضاً من إيجاد عدة شحن أصلية من سامسونج. لاحظ أيضاً أن الشحن اللاسلكي يستغرق مدة أطول ب 35% من الشحن التقليدي، لكن عنصر الواو يفوز معنا في كل مرة.